بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا قبل اي حاجه، هي فضيحه تحكيميه؟ طبعا فضيحه تحكيميه. ان حكم ما يبقاش عارف الوقت بتاع المباراه، وان حكم يكون مصفر في الدقيقه 85 وبعد كده يصفر في الدقيقه 90 ويكون مقتنع ان حسب خمس دقائق بدل ضايع، دي فضيحه ما تحصلش غير في افريقيا. والله فضيحه ما تحصلش غير في افريقيا، بس دي قارتنا، هنعمل فيها ايه؟ هذا هو قدرنا وهو ده حظنا، هنعمل ايه طيب يعني؟ اللهم لا اعتراض. بس القصه كلها قصه ان احنا هنقعد نسيب اللي ذبح واللي سلخ ونركز في القصه بتاعه الحكم اللي صفر في الدقيقه 89 ده. يا جماعه المنتخب التونسي كان سيء، المنتخب التونسي كان سيء جدا 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 تقريبا. منذ الاجباري كان سهران امبارح بيتفرج على كارلوس كوروش عمل ايه قدام نيجيريا حرفيا، فجه النهارده فاجئ الدنيا كلها ان هو مركز سيف الدين الجزيري، اللي هو نفسه كان بيتكلم ان سيف الدين الجزيري المهاجم الاساسي بتاعي في كاس الامم الافريقيه. يعني انت غفلت الناس كلها، حطيت البشير بن سعيد في حراسه المرمى وغفلت الدنيا كلها، وحطيت وهب الخرزي، وقررت كمان ان انت هتلعب بنعيم السليتي وحنبعل المجبري وهنلعب 3-4-3. تمام، هي مش 3-4-3، هي 5-3-2 وبتكون 5-2-3 وانت بتنوعها، بس انت بتلعب بخمسه تحت علي معلول والناحيه الثانيه حمزه المسلوسي بيعملوا واجبات دفاعيه مع عدلان العيفه ومع منتصر طلبي ومع ديلان برون عشان نقفل منطقه الجزاء ونقفل المساحات على المنتخب المالي. منتخب تونس اللي بيشتكي واللي الناس بتشتكي ان الماتش انتهى في 89، منتخب تونس فشل ان هو يعمل هجمه واحده بس الشوط الاول، حتى الهجمه الواحده بس اللي عملها الشوط الاول حنبعل المجبري بيستلم بظهره كان واحد على واحد قدام الجون، بس حنبعل طبعا ما عندوش ثلاث عينين، مش هيستلم بظهره وفي عينين ورا هتقول له الحق انت بتستلم لوحدك، لا حنبعل ردها لوهب الخرزي علشان يبقى في رساله واضحه ان المنتخب التونسي كان سيء، رساله واضحه ان الراجل اللي بره ده بيعك. موضوع الجو وموضوع ان احنا بنعمل الساعه 3 العصر برضو دي قارتنا، لو احنا مش عارفين نتكيف على الظروف المناخيه اللي احنا هنلعب فيها بطولات ما نستناش ان احنا ناخد بطولات. طالما انا هقعد اشتكي كل ماتش ان انا بلعب في الحر، بلعب في رطوبه، بلعب، انت بتلعب في افريقيا، مش ذنب المنتخبات الافريقيه ان اللعيبه العربيه فرافير شويه، ما بيعرفوش يلعبوا في الاجواء الحاره، ما بيعرفوش يلعبوا في الرطوبه العاليه، مش ذنبهم بجد والله، مش ذنبهم. انت عايز تلبس الدنيا كلها ان هي توقيته، الموضوع مش بموضوع توقيت، الموضوع موضوع ان منتخب تونس لما قرر يهاجم بعد ما لبس ضرب الجزاء على هاند بول على الياس سخيري، الراجل دخل حطها ما فيهاش كلام، ضرب الجزاء الفار اكدها، واحنا قلنا خلاص التحكيم الافريقي هيتعدل بالفار، وكمان ضربه الجزاء بتاع المنتخب التونسي الفار اكدها، وهاب الخرزي دخل ضيع. قبل ما وهاب الخرزي ما يدخل ويضيع، المنتخب التونسي بدا يطلع من مناطقه، بدانا نلاقي ان المنتخب التونسي قادر ان هو يعمل ادوار هجوميه. طب انت بتدافع كل ده ليه؟ طالما انت قادر تعمل ادوار هجوميه انت بتدافع ليه؟ انت مش عارف تدافع وعندك لعيبه قدراتهم البدنيه ما تسعهمش ان هم يعملوا جيم دفاع قدام المنتخب المالي، انت بتدافع ليه؟ انت عندك مشكله في شخصيتك، انت كمدير فني بعتها على الفريق، فالفريق بسم الله ما شاء الله بقى ما عندوش اي هويه، اللعيبه بتتحرر اول ما بيخش فيها جون وبتبدا تلعب كوره. ومع ذلك لقينا ان انت اول تغييراتك يعني تغييراته هو عيسى العيدوني للاسف الشديد صاب، وغير بلال عيفه عشان خاطر يلعب بثلاثه تحت، نزل سيف الدين الخاوي مكان حنبعل المجبري، وتغييره غريبه برضو ان انت اول ما حصل عليك ضربه جزاء رحت مطلع حنبعل وانيس بن سليمان مكان عيسى العيدوني، يوهان تسجار مكان نعيم السليتي، وسيف الدين الجزيري في الدقيقه 81 مكان بلال العيفه. سيف الدين الجزيري اخر تغييره، اللعيب اللي انت بتقول ان هو المهاجم الرئيسي بتاعك بسم الله ما شاء الله معترض قوي ان الحكم صفر في الدقيقه 89، انت لو قعدت تلعب لحد 99 ما كنتش هتسجل، حتى لما المنتخب المالي اطرد منه واحد الظروف ما ساعدتكش والحكم وغشمه الحكم ما ساعدتكش ان انت تستغل الطرد ده، بس انت كنت فين في 89 دقيقه؟ انا مش هلبس كل حاجه الحكم، حكم عمل ماتش سيء، ممكن يكون عمل ماتش سيء، كان متوتر والماتش ما فيهوش توتر اساسا، الماتش حرفيا كان قصه قبل النوم، فصعب ان الحكم يكون متوتر كده، بس هي دي الحكام في افريقيا، هو ده ملاعبنا وهو ده طقسنا وهو ده الحكام بتاعنا، احنا مش رايحين نلعب في كره تانية، احنا بنحكش على نفسنا، احنا رايحين نلعب في كره فيها مشاكل، رايحين نلعب في ملاعب هتكون سيئه، رايحين نلعب في اجواء هتكون حاره، لو احنا مش قد الكلام ده ما نتكلمش على بطولات. مش معنى ان احنا كنا بنلعب كاس العرب في ملاعب فخمه وكنا بنلعب مع بعض ان دي بطوله ناجحه ودي بطوله فاشله، لا دي حقيقتنا ودي كانت الفيك، البطوله العربيه دي كانت الفيك اللي هو احنا بنحضر لكاس العالم، انما احنا في افريقيا عارفين ظروفنا كويس، فما تحسنيش ان انت جيت اتصدمت بكل الظروف اللي حصلت النهارده دي. انا بتكلم على كل المنتخبات، البطوله مستوى سيء، احنا اتكلمنا على قصه المستوى السيء وان كل الناس اللي جايه من اوروبا طبيعي ان هي تقدم مستوى سيء لان الوقت ده مش وقت بطولات، ده وقت البريك بالنسبه للعيبه، بس هم حبوا ان هم يضغطوا الجدول فالبطوله طلعت كده، هنعمل ايه؟
المنتخب التونسي لسه عنده فرص، طبعا لسه عنده فرص. المنتخب التونسي ممكن ينسى ماتش النهارده، ممكن ينسى ماتش النهارده، لسه عنده ماتش جامبيا وموريتانيا، وان شاء الله باذن الله منتخب تونس قادر ان هو يكسب ماتش جامبيا وماتش موريتانيا. بس المنتخب التونسي قبل ما نقعد نتكلم على التوقيت محتاجين همسه كده، همسه كده بمطرقه في ودن موز الكبير، نقول له بلاش ماتشات دفاعيه وانت ما بتعرفش تدافع، بلاش ماتشات دفاعيه علشان المنتخب التونسي عنده مشاكل كتير دفاعيه. المنتخب التونسي بيعاني دفاعيا، حاول تلعب ماتشات هجوميه لان انت عندك الماتيريال والخامات اللي تسمح لك تلعب ماتشات هجوميه لا اكثر ولا اقل. هذا رايي في المباراه، لو انت ليك راي مختلف فالله براحتك، وفي الحالتين يا برو نختلف نتفق، دي كره قدم. هارد لك لكل الاخوه التوانسه، وربنا يكرمكم الماتشين الجايين، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فهذا رايك ويحترم برضه.